سراب سيرة العرب. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بالخير والبركة، نحييكم ونجدد بحضرتكم في الرابع من شهر نوفمبر لعام 2023 في يوم السبت، هنا رابع أيامنا ضمن انطلاقة كأس اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية لسباقات الهجن، من هنا من على منطقة تبوك وتحديدا ميدان سباقات الهجن الذي يحضن هذه البطولة وهذه الشعارات التي أتت من أجل الذهب ومن أجل الرموز ومن أجل بطائق التأهيل هنالك نحو كأس العلا. متابعينا في كل مكان، يا من تتابعون ويا من تشاهدون في هذا المساء، مساء الذهب ومساء الكؤوس ومساء ترفع فيه الرؤوس هنا في منطقة تبوك. متابعينا في كل مكان، قبل لحظات انطلق الشوط الرئيسي للقعدان الثنايا وكأس القعدان الثنايا العام، مقدمة الشوط والمركز الأول هنالك لمن يحمل لنا رقم واحد مبلش بشعارك يا البريدي، حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، قادما من دولة قطر تحديدا من ميدان الشحانية. مرحبا بجميع الضيوف، مرحبا بأبناء الدول العربية وأبناء الخليج وأبناء الدول العالمية، من يحضرون من أجل الفوز والانتصار. والنوماس الغالي هنا، هداد يصل ثانيا، محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي أيضا يتقدمنا بشعاره العنابي، قادما من الدوحة هناك من ميدان التحدي ايضا على المركز الثاني ومركز الوصافة المركز الثالث. هنا تدخل في هذه اللحظات الهارب لافي بن حبيب بن فرج الشمري، هنا يتقدمنا ويدفع لنا بالهارب على المركز الثالث المركز الرابع. هنا متابعينا الكرام، من تقدم شعار الشرس يصل في هذه اللحظات أو شعار في هذه اللحظات، هنا ماجد بن محمد بن حمد المري يدفع لنا بشاهين شرس المضمرين، يتواجد في مثل هذه الانطلاقات الكبيرة، في مثل هذه الانطلاقات الخطيرة، في مثل انطلاقات أشواط الرموز هنا في كل هنا في المملكة وفي ميادين الخليج. مرحبا يا أبو محمد، يصل على المركز الرابع المركز الخامس. من وصل في هذه اللحظات؟ وصل الوعب بشعر حفيظ بن محمد بن حفيظ الكحلة المري، يتقدم إلى المركز الخامس. متابعينا في كل مكان، إنني أرى شعارات كبيرة وخطيرة هنا حضرت من أجل الكاس، من أجل الكاس، الكاس الغالي في هذا المساء، مساء يحمل لنا انطلاقتي سن الكبار وحضر الكبار في اليوم الكبير من أجل تسجيل أغلى نقاط سباقات الهجن هنا في منطقة تبوك، هنا في عملاق الميادين ميدان تبوك الورد. متابعينا الكرام، بعدما أتممنا على مسامعكم، يا من تتابعون، يا من تراقبون، يا من تشاهدون القنوات السعودية الرياضية، هذه الشعارات، هذه الأصايل المنطلقة من أجل الذهب ومن أجل الكاس. هنالك كأس بالانتظار في المنصة الرئيسية عند خط النهاية، من هو سعيد الحظ بالفوز والانتصار؟ البريدي منذ البداية، منذ الانطلاق هو المنطلق، هو المسيطر على المركز الأول، يدفع لنا بمبلش
مبلش 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 هنا يا البريدية هنا يا البريدية هنا يا تبلش هم يا يبلشونك يا يبلشونك من أجل الفوز من أجل النوماس الغالية هنا في المملكة العربية السعودية من أجل الكاس من أجل الكاس ثاني الأسماء وصل لافية لفاكم لافية لفاكم لافية لافي بن حبيب لافي بن حبيب بن فرج الشمرية الشمرية من يدفع لنا بالهارب من يقدم لنا الهارب على المركز الثاني المركز الثالث هنا أبناء الشحانية أول وثالث أول وثالث وين السلام وين الانتصار هنا من يقدم هنا يقدم لنا اسمه على المركز الثالث هنا هداد محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبية يصل ثالثا الشعارات القادمة الشعارات القوية الشعارات الخطيرة أول الواصلين وصل الوعب احفيظ بن محمد بن احفيظ المري يصل على المركز الرابع المركز الخامس هنا عبد الله بن هنا عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري مع سميران مع سميران وين 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 السلام وين الله يا هذا الانطلاق الكبير من هذه الأصايل الباحثة عن الفوز والانتصار لكن البريدي صامد البريدي صامد بمبلش على المركز الاول على مقدمة الشوط الانعطاف الاخير الكيلو ونصف الكيلو اقبلنا على لاحة الكيلو ونصف الكيلو وين الكاس وين وين الذهب وين وين الانتصار وين يا البريدي من يقدم لنا مبلش مبلش على المركز الاول ايضا وصل على المركز الثاني تقدم هداد محمد بن ناصر الكعبي يتقدم الشمري ثالثا هنا بن حلوس هنا بن حلوس يتقدم مع سميران عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري وصل بن معلا وصل وصل بن معلا وصل وصل عبد العزيز بن معلا بن عليان السهلية مع الغالية مع الغالية الكاس الغالي وين الكاس الغالي وين كأس اللجنة الأولمبية السعودية إلى وين إلى أبناء دولة قطر أم أبناء دولة الإمارات أم أبناء المملكة وين السلام وين الانتصار يا البريدي يا البريدي اصمد 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 الكيلو الكيلو اللي الكيلو متر الاخير الكيلو اللي ما بعده الا الكاس الا الكاس وصعود المنصة هنالك كأس بالانتظار كأس بالانتظار ومبلش البريدي ينطلق تحرك الشمري تحرك تحرك الهارب تحرك الهارب لا في بن حبيب لا في بن حبيب الشمري الشمري بعد حية الشمري بعد حية ولكن البريدية 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 أبناء المملكة وأبناء دولة قطر وين السلام وين وين الانتصار وين وين يا البريدية مع مبلش قام الشوط راس قام الشوط راس حاملا للرقم واحد للرقم واحد الانتصار الانتصار والكاس الكاس الكاس بقبضة البريدية بقبضة البريدية الله يا البريدي وصل بن حلوس وصل بن حلوس وصل بن حلوس هذا اللي لا حضر لا حضر يحوس الشوط حوس يحوس الشوط حوس حضارية 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 الكاس 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 الكاس
إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مع عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري مع سميران مع سميران سميران في كل مكان في كل زمان خاطفا لكأس اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية هنا في منطقة تبوك مباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. تهانينا والنوماس إلى سميران ومالك سميران عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري من ذهب بالفوز والانتصار. المركز الثاني مبلش بشعار البريدي وصل على المركز الثاني ما قصر هنا أتى بهذا الأداء الكبير وهذا الأداء الجميل. المركز الثالث وصل الشمري ثالثا. هو متابعينا الكرام نتأكد هنالك في الإعادة إفادة هنا سميران ترشيحك يا عبد الله يا بن شاكر الشريف هو البطل المرشح لهذا البطل. هنا عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري من خطف كأس اللجنة الأولمبية بتوقيت 9:35.63 جزءا من الثانية توقيت البطل سميران وعبد الله بن عبيد بن حلوس العامري. تهانينا لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. المركز الثاني مبلش حمد بن جر الله بن علي البريدي 9:36.36 جزءا من الثانية. المركز الثالث هنا الوعب أحفيظ بن محمد بن أحفيظ المري من أتى على المركز الثالث. متابعينا مشاهدينا الكرام ها هنا هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة الوعب 9:37.27 جزءا من الثانية. الهارب رابعا للافي بن حبيب الشمري. المركز الخامس هداد محمد بن ناصر بن محمد الكعبي هو الحاضر على المركز الخامس. متابعينا مشاهدينا في كل مكان يا من تتابعون